عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة هنتكلم عن موضوع ثانوية كفر الشيخ تحت البيلة. الموضوع ده مشكلة جامدة جدا يا جماعة، اللي كان فيه طلبة قالك ده غش جماعي وما غش جماعي. أنا اتصلت بأستاذ عمرو عبد السلام مش عارف موضوع القضية دي إيه وموضوع الدنيا دي فيها إيه، فهنسمع دلوقتي أستاذ عمرو عبد السلام يعني مكالمة مطولة للكلام ده كله، لإيه القصة، إيه القضية، هيعمل إيه، الحكم هيبقى إزاي، النظام هيبقى إزاي. طب لو القضية أنا إن شاء الله يعني كسم القضية يا ترى تنسيقهم هيبقى عامل إزاي، كل الكلام ده في المكالمة اللي بيني وبين أستاذ عمرو عبد السلام. أنا بس عايز أوجه رسالة بس لأولياء الأمور، اهجم استنوا شوية نصبر للحكم، عاوزكم بس كده يكون في ثقة في الله عز وجل. حكاية الغش الجماعي إحنا ضد الغش، ضد موضوع الغش، لكن ما يبقاش غش، مش عايز ما غش جماعي بالطريقه دي. كميه كبيره يعني عدد كبير جدا من الطلبه مستقبلهم ضاع بسبب موضوع الغش الجماعي. وموضوع الطلبه اللي هو لجان الاكابر، كل الكلام ده في المكالمه مع الاستاذ عمرو عبد السلام. يلا بينا هنسمع المكالمه ونشوف الدنيا فيها ايه. قضيه كفر الشيخ، القضيه اللي يعني الصحف كلها بتتكلم عنها الايام اللي جايه، ان شاء الله هيبقى فيه ضجه اعلاميه عليها، ويا ترى حقهم هيرجع ولا ايه اللي هيحصل بالظبط، مصير الطلب دي ايه. يلا بينا نسمع الحوار اللي بيني وبين الاستاذ عمرو عبد السلام جزاه الله خيرا. يلا بينا. هي طبعا قضيه مدرسه الشهيد محمد لطفي العشري بمدينه الديره بكفر الشيخ كان عقد انتهاء امتحانات الثانويه العامه في شهر 7 اللي فات ده. فوجئنا بوكيله وزاره التربيه والتعليم السيده بسيمة كشك المختصه بوكيل وزاره التربيه والتعليم في محافظة كفر الشيخ، قامت بحجب نتيجة طلاب المدرسة بأكملها، حوالي 400 طالب تم حجب نتيجتهم. ولما الطلبة وأولياء الأمور سألوا عن السبب، ففاجئ الكل أن الطلبة متهمين هم وأولياء الأمور بالقيام بأعمال شغب وبلطجة داخل وخارج اللجان، أن الطلاب اعتدوا بالضرب واستخدموا الأسلحة البيضة والأسلحة الخشبية بالتعدي على السادة المراقبين والملاحظين داخل اللجان، وقاموا بالغش بالقوة. ونسبت لأولياء الأمور إن هم قاموا بمحاصرة مقر اللجان الامتحانية من خارج المدرسة، وقاموا بترويع وتهديد المراقبين والملاحظين حتى يسهلوا لأولادهم القيام بعمليات الغش الجماعي. وادعت وزعمت ان هناك تطابق جماعي بين اوراق اجابات الطلاب 400. وطبعا ده كان على خلاف الحقيقه، لان مدرسه المقدم محمد لطفي العشري الثانويه العسكريه من المدارس اللي بتحظى بتامين شرطي عالي جدا. مقر اللجان الامتحانيه بتاعتهم كان بيشرف على تامينها السيد حكمدار مديريه امن كفر الشيخ، والساده رؤساء المباحث الجنائيه، ورؤساء قطاع الامن الوطني داخل المحافظه، والعديد من قوات العمليات الخاصه والامن المركزي. يعني حاجات مؤمنه يعني. بالظبط يا فندم، مؤمنه تامين يعني شبه ان هي ساكنه عسكريه. تمام. زائد ان اللجان الامتحانيه داخل هذه المدرسه بتتكون او كانت منعقده في مبنيين، مبنى الف ومبنى ب، وادعت ان اجابات الطلاب في عدد ثلاث مواد كانت متطابقه تطابق كامل بسبب الغش الجماعي. وده طبعا من الامور التي يرفضها المنطق والعقل، لان لو افترضنا جدلا صحه ما زعمته وكيلة الوزارة أن هناك تطابق كامل لعدد 22 لجنة داخل المدرسة، 10 منهم في مبنى و12 في مبنى تاني، فمعنى كده أن طلاب المبنى ده نزلوا وتركوا مقر اللجان الامتحانية بتاعتهم ودخلوا للمبنى المجاور ليهم وقاموا بالغش الجماعي. طبعا التقارير الأمنية لم ترصد ثمة حالة غش جماعي داخل هذه اللجان، لم ترصد أي حالة من حالات أعمال الشغب والتعدي على السادة الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، لم ترصد تغمر السادة أولياء الأمور خارج اللجان
وتهديدهم وترويحهم للملاحظين والمراقبين. تمام. وطبعا ترتب على ذلك ان صدر قرار من السيد الدكتور طارق شوقي بالغاء امتحانات الطلاب في جميع المواد، واحد منهم من دخول الامتحان لمده عامين متتاليين، ورسوبهم رسوب جماعي. طب بعد اذنك يا استاذ عمرو، يعني بعد اذنك، هو ليه صلاحيات في كده؟ هو طبعا يعني بناء على المسميات اللي هم فتفوها واعدوها بعد انتهاء العملية الامتحانية، الطلبة ما كانتش يملكوا من أمرهم شيء، ورضخوا لقرار السيد وزير التربية والتعليم. وكان في البداية تقدموا بطعون جماعية أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وللأسف صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ برفض جميع الدعاوى المقاومة منهم وتأييد قرار وزير التربية والتعليم. ما كانش فيك مرحوظ عمرو، ما كانش في كاميرات بتراقب. ما هو يا فندم، هو حتى لو في كاميرات، هو اصلا ما فيش كاميرات، زائد ان ما فيش اي تقرير عن سير العمليه الامتحانيه اللي موجوده داخل اللجان، رفضت اي حاله من الحالات اللي زعمت ان كان فيها تعدي بالضرب على المراقبين وغش جماعي وعمل شغب والكلام ده كله. يعني ما فيش حد اتصاب يعني، ولا في حد حصل له حاجه؟ ما فيش يا فندم اي حاجه حصلت اساسا. امال ليه كده؟ ليه القرار التعسفي ده؟ يعني هو المفترض ان في حاله وجود اي عمل من اعمال الشغب او التعدي على الملاحظين والمراقبين بيتم تحرير محضر فوري. طبعا طبعا، في حينها ولحظتها، وبيتوقف امتحان هذه اللجنه او هذه المدرسه حتى يتم النظر في امرها. صح. فما ينفعش ان احنا نقول ان لجنه مؤمنه بهذا الشكل من التامين الامني وهذه الجحافة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وكانوا متواجدين بجوار المدرسة وداخل المدرسة، ويدعوا أن كان هناك أعمال شغب وبلطجة من الطلاب ضد المعلمين والمراقبين والملاحظين، وما فيش انتقال من مكان لمكان. بالضبط كده يا فندم، ولكن للواقع تصوير آخر. حب أن هم يشوشروا على حالات النقل الجماعي التي تمت بموافقة وكيلة الوزارة لعدد أكثر من 500 طالب من مختلف محافظات مصر، وتم نقل مقر اللجان الامتحانية ليهم ناس معينة، وهو ما يسمى بقى زي ما احنا بنقول كده ان دول الناس المختارة او اولاد الاكابر. 500 طالب يا فندم بالفعل تم الموافقة على نقلهم إلى قرى، وليس مدينة، قرى مدينة قرية يعني. قرى كان في 500 طالب امتحنوا في قرى في لجان امتحانية مختلفة في بعض القرى لمدينة بيلة. وهؤلاء الطلاب حصلوا على مجاميع ودرجات مرتفعة جدا، وصلت ل98 و99%. دي المستندات اللي حضرتك بعتها لي دلوقتي. بالظبط يا فندم، وكان هناك طلب استجواب او طلب احاطه تم تقديمه من احد اعضاء مجلس النواب ممثل عن قريه بيله للسيد الاستاذ الدكتور طارق شوقي حوالين هذا القرار لنقل الطلاب، وان هذا القرار بيساعد على تسهيل الغش لهؤلاء الطلاب باختيار لجان بعينها لطلاب بعينها. ودول نجحوا طبعا ده كان يعني زي ما بيقولوا كده تشويش على الجريمه الاخرى التي لم يتم تسليط الضوء عليها، وللاسف 400 اسره تم تدمير مستقبلهم بالكامل في مرحله حساسه من مراحل مستقبلهم. ايوه، وهي مرحله الثانويه العامه. تم تشويه سمعتهم، تم تدمير مستقبلهم، تم تدمير احلامهم. فاحنا طبعا يعني بعد صدور الحكم من محكمه القضاء الاداري، احنا ما كناش بنباشر القضيه من اول درجه. الساده اولياء الامور واهالي بيلا او المحترمين اللي معروف عنهم ان هم اهل الشرف والكرامه والمروءه والرجوله والجدعنه، تواصلوا معايا
وتوليت العديد من القضايا لصالح أبنائهم أمام المحكمة الإدارية العليا كمحكمة ثاني درجة للطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. ربنا يخليك الغلابة الله عز عمرو بأمانة يعني. ربنا يخليك يا سيدي سيدي. أنت من أولى ثانوي. هم كلهم ولادنا يعني هم كلهم ولادنا وإخواتنا ومش هنسمح إن حد يعبث بمستقبلهم. يا رب والله يا رب. إحنا عاوزين القضية دي إمتى يا أستاذ عمرو؟ إمتى إن شاء الله؟ هو طبعا ان شاء الله الطعون تم ايداعها بالمحكمه الاداريه العليا ومنتظرين خلال ايام ان شاء الله تحديد جلسه مستعجله لنظر هذه الطعون المقامه من طلاب مدرسه الشهيد محمد لبسي العشر. طيب هو ان شاء الله ما يتم يعني ان شاء الله يعني يتحكم لهم بالحكم العادل ان شاء الله لصالحهم. هيروحوا الكليه ازاي دول؟ والله يا فندم هو يعني يتمنى بس ان الوقت يسعفنا لان احنا معانا لحد قبل بدايه امتحانات الترم الاول للعام الجامعي. لو ان شاء الله حصل وحصلنا على حكم بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم ونجاح هؤلاء الطلاب ان شاء الله سيتم فتح تنسيق خاص ليهم عقب صدور الحكم مباشره بالضبط كده زي ما حصل مع طلاب الثانويه الفنيه المتقدمه براس غارب ومدينه مصر. ايوه بس دول كانوا بدري يا استاذ عمرو. احنا اتاخرنا قوي. ما هو بقى الظروف يا استاذ اسامه بس احنا ان شاء الله يعني كلنا يا رب يا استاذ عمرو يا رب معاك والله قضاء مصر العادل ان ينظر بعين الاعتبار وعين الرحمه لمستقبل اكثر من 400 طالب 400 اسره مستقبلهم اتدمر وسمعتهم اتلوثت بسبب بعض المسؤولين اللي بيعبثوا بمصير ومستقبل جيل بكامل. يا باشا احنا قلنا التعليم ده هو رأس الدولة وقلنا الجيش هو العمود الفقري ليه فلازم نهتم بالرأس شوية يعني ده أساسنا. التعليم هو الدولة يا أستاذ أسامة. ده حقيقة. التعليم هو الأمن القومي لمصر. طب يا رب يا رب والعبث بملف التعليم والعبث بملف التعليم هو عبث بالأمن القومي المصري. احنا بنطلب سيد الرئيس يتدخل ضروري يشوف حل في الموضوع ده. الدكتور طارق بشمال يمين مضوحنا في كل حتة بأمان. النهاردة ابني في رابعة ابتدائي ما جالوش كتاب العربي يا زعمر لغاية الوقت لحد الآن يا فندم. ده أنا كمان المعلومة اللي أنا سمعتها إن في بعض الصفوف الدراسية تم طبع الكتب القديمة. أيوة أنا حطت الفيديو النهاردة. ايوه مفيش اي تطوير. أيوة زي ما قال أيوة الدكتور طارق شوقي. مفيش اي تحديث للمنظومه التعليميه زي ما وعد الدكتور طارق شوقي. الموضوع كله موضوع تصريحات رنانه وكلام في الهواء ملوش اي وجود على ارض الواقع. ايوه فين بقى التطوير؟ امال ايه التاخير؟ ما كان الطبع القديم وراح دماغنا من ساعتها. بالظبط ربنا يسترها. بس المهم القضيه دي ضروره يا عمرو بالله عليك يعني احنا عاوزين جهد كده ما يمش مكثف عشان بس الطلبة دول بالله عليك. لا يا فندم ان شاء الله يعني احنا مش هنقلل جهدا في ان احنا ان شاء الله نساندهم من دعمهم ان شاء الله. طبعا يا استاذ عمرو ثقتي فيك دايما اللي انت قدها وجود ان شاء الله يا باشا والله. ربنا يخليك يا استاذ اسامه ان شاء الله. وهعمل معاك مكالمه ثانيه علشان عاوزين بقى نطمن على التابلت والايام اللي جايه دي هيعمل ايه في اولى ثانوي ان شاء الله. لا انا اسامه يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني كل المعطيات وكل المؤشرات بتقول وبتاكد الكلام اللي احنا سبق وقلناه قبل كده واكدنا عليه مرارا وتكرارا. الوزاره ولن تعقد الامتحانات الالكترونيه لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي وذلك لعدم جاهزيتها من حيث البنيه التحتيه لاجراء الاختبارات الالكترونيه. انا سمعت الكلام ده يا استاذ عمرو. سمعت فعلا الكلام ده. وانا فندم قلت لك الكلام ده من الاول يعني قلت لك الكلام ده من الاول. هو الموضوع كله دكتور طارق شوقي برضه عند مع السادة أولياء الأمور ومقيم الدعاوى. هو في الآخر هيرضخ للأمر الواقع لأن أحوال البلد والحالة الأمنية والحالة الاقتصادية والحالة السياسية مش مستحملة إن احنا نعبث بالأمن القومي المصري. مش هينفع إن احنا نكرر التجربة تاني على 1.5 مليون طالب وتحصل مشاكل زي ما حصلت السنه اللي فاتت. أيوة. ويخرج الطلبه زي ما خرجوا في الشوارع واهاليهم ويعملوا مظاهرات. البلد مش مستحمله. البلد بتمر بظروف صعبه جدا. فاي تهور واي خطا سيحاسب عليه.